برج الحمل، اليوم عندك موقف محرج رح تنوضع فيه، ولكن ستخرج منه بجراح. ابتسم مهما كانت الظروف. لا ابتسم من هلا، بركي ما كان عندي وقت ابتسم. شو لسه ما خلصتي؟ لسه. طب يلا شو بقى؟ لسه التون والجوزاء والعزراء والقش والسرطان. ما يلا 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 لازم تتفهم. امي اهدي شوي، والله ما عم بفهم عليكي. شلون يعني سرق كمبيوتري؟ يو ولد على البسكليته شده. ايه شو هو علبه علكه ليشده لك؟ خلص هدي شوي، بعرف انه كل شغلك عليه. يلا ليكني عم البس وانزل. ليكي خليكي قدام السياره انت واختك، انا جايه. لك نازله حاج تحكي معي؟ يلا مامي يلا. باي 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 باي. لك الله يعيني عليكم. ولك مامي ليكني نزلت. ايه والله رح اتكرفت. شو صار ليك؟ ايه فهمنا، شوفي عليه اسرار البنتاغون. ليكني مامي نزلت. يلا هلا بس اصل ونبلغ الشرطه فورا. يلا حبيبتي باي 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 باي. وبعدين بقى؟ لا تتوتري، دوري على سطح المكتب، دوري بشي ملف الا ما يكون شي مخزن هون ولا هون. ما في ولا شي مهم ولا شغله مهمه. يا ربي يكون هون، يا ربي يا ربي. شو طمنيني؟ ما في شي، ما في شي عبث. اي فايز. لا لا ما فيني شي، منيحة أنا. خلص على الغدا ماشي. اي اي على الأربعة، يلا باي. يا مستعجل وقف لقلك. طيب أنا راسي كتير عم بيجعني، معك حبة وجع راس؟ حجب لك. والله نطفان قلبي على شوفتك، اشتقت لك كتير يا أمي. مرحبا هيثم، كيفك؟ لا تاكل هم لهمك، عنا بأمانتنا. حبيب قلبي قلي انت منيح ماما؟ عم تاكل منيح حبيبي؟ دفي حالك، تقدرني دفي حالك. والله مشتاق اضمك لصدري يا حبيب عمري انت يا غالي. لك حتى بياناتك بتاخد وقت بالنسخ. يقطع عمرك حبيبي. أنا ما حقدر أروح معك على الغداء. إيه؟ والله العظيم عندي شغل، ما فيني. مشغولة؟ كيف يعني مشغولة؟ عم قل لك الكمبيوتر تبعي انسرق وعليه كل الملفات المهمة وكل شغلي، وبدي أرجع عيدهم من أول وجديد وبزمن قياسي. يا سارة هذا مو شغلي. يو؟ شلون يعني مو شغلك؟ حبيبي هذا شغلي، هذا تعبي أنا. أنا حالياً بأزمة وأنت لازم توقف معي. هلا هيك يعني؟ والعالم يلي عزمناهم شو عمل فيهم؟ يا ربي. طب خلص خلص خلص، لا تزعل انت، لا تقلب لي اياها زعلي. هلا رح اعمل جهدي ماشي. خلص فايز لا تعصب. طيب طيب بنحكي بعدين. ماشي باي باي. الله يا الله، ما قصدي إن هلأ كمان طاقة سلبية ونكد. النصوص؟ شوفي هدول الأوراق بركي بيقولوا. يا ربي يا حياتي أنا، شو هاد؟ إيه ولا ورقة بتفيدني. هدول الأوراق كلياتهم نازلين أوريدي المعلومات اللي فيهم بالمجلة. طيب بنحاول بلكي لحقنا. مستحيل مستحيل نلحق، لانه بهاي الحاله بدنا نرجع نتصل بكل العالم اللي عملنا معهم التحقيق. يعني مستحيل نلحق هذا الشغل بين ليله وضحاها، بده وقت. طيب خلينا نحاول. شلون بدنا نحاول؟ ما المشكله انه كل ارقام تليفوناتهم انا مسيفتهم على اللابتوب. لو مو بس هيك ضمناني انه خلص انت ما بدي اياهم رح ارجع لاقيهم. طيب احذري شو، انا عندي كم رقم فينا نتصل فيهم. اخ هات لنشوف. هات أعطيني أول رقم. ليك ليك رد أنت، أنا ما لي خلاقة. ألو إيه سمير، مين بدو إياها؟ ما قال لك شو اسمها؟ دقيقة، في واحد بدو إياكي. عم قلك أنا ماني هون، قل لهم أنا ماني هون. سمير لا تحول ولا مكالمة للأنسة سارة اليوم. أوكي الله معك واحد. شكرا. هذا هو رقم 6 6 1 8
رجعتني. 6 6 1 8 وبالناقص عمرك ان شاء الله ما تردي. حبيب قلبي والله اشتقت لك كثير يا امي. امي الله يكرمك لا تبكي، والله دموعي غاليين علي، دموعك بغلاوة عيوني. قريتك تقبر قلبي وعظامي. يا امي الله يخليكي لا تبكي. امي صار لازم اقوم على شغلي. بابا بحكيكي بعدين، ادعينا. ايه امي، روح الله معك، الله يحميك. الله يردك لإلي سالم غانم لحضني يا رب. يا أم هيثم والله حرام اللي عم تعملي بحالي، صار لك سنة على هالحالة، طب ما خلصوا دموعي؟ ليش لولاك ما كنت أنا متل؟ والله لو ما عم تخليني أحكي مع ابني لكن متت من زمان أو جنيت وأخذوني على عصفورية. بعيد الشر عني، شربي زهورات وروقي دمي، بعدين انا هون موجود قدامك، طب ما بتعتبريني بسعر ابني؟ روح ربي وإلهي يحميك ويرزقك يا ابني، يبعث لك ولادين الحلال يفرجوا عنك مثل ما فرجت عني وعن هالصبي بغربته. يسعد لي صباحك ابو طريق، لك يسعد لي هالوش ما احلى. صباحك. ليك لك ولا للديب؟ حسب ديب ولو؟ أنا اليوم طالعة من البيت بلا فطور، ومبارح سهرانة كل الليل ومالي شافة شيء قدامي. خلص ولا يهمك، بس تحكي عندي. أكيد؟ أكيد. يعني تقليتي على إيدك. قولي إن شاء الله. شوفي والله. أنسي سارة، يلي عم تطلبيه صعب. أستاذ عدنان، بخيل عينك، بس أعطيني كم يوم بلكي بلحق ساوي شيء جديد. نحن لازم نلحق المواد للطباعة بوقتها. الله. انسي سارة، انا بعرف انك عم تمري بظروف صعبه بعد ما سرق كمبيوترك، بس الشغل شغل، وانت اكثر الناس بتعرفي انه نحن ما بنحسن نتاخر بطباعه العدد ولا دقيقه. اذا عندك شي حدا مواده جاهزه خليه يقدمها، وانت قدمي موادك العدد الجاي. خلص استاذ عدنان، بس اعطيني شويه وقت وانا عن جد رح اعمل جهدي. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك استاذ عدنان. مع السلامه. يسلموا. الله يسلمك. وهي احلى فنجان قهوه لاحلى انسه ساره بالمجلي. لك اخ اخ يا عمو ابو اسعد. لك سلامتك من الاه، ان شاء الله الاه للي بيكرهوكي. اللهم امين، لك امين الف امين، وللي بيسرقوا الكمبيوترات وبورطوا العالم بمشاكل الى اول ما لاخر. بعين الله يا بنتي، بعين الله. يا ربي، يعني أنا كمان معقولة؟ لك ماني مسيفة ولا قدوسة معلومة على كمبيوتر المجلة. إيه لا لا، هذا اسمه هبل، هذا الشيء الأكيد أنا هبلة. بونجور. هذا أنت؟ خير إن شاء الله. شو سبب الزيارة السعيدة؟ ولا انت هيك متعود بالعادة بتعمل مشاكل للعالم بعدين بتغط وبتختفي من على وش الأرض؟ لو سمحت تفضل شيل هالغابة من وشي واطلع لبرا لأنه عندي شغل. طولي بالك طولي بالك، رح امشي بس مو قبل شغلتي، مو قبل ما اترك هالغابة لعصفورة الغابة. ولك شغلة تانية كمان معي لازم اترك لك اياها مع الغابة. بتشكرك بتشكرك من أعماق قلبي، بس لو سمحت أنا ما بدي شي منك أبدا. حتى لو كان كمبيوتري؟ وفا، بس ألا حبذا ترجع تعيد من الأول لأنه ما فهمت ولا شيء. تكرم عينيك. كنت عم أقول وأنا طالع بالصدفة البحتة من عند بيت عمتي ماجدة، هي عمتي الكبيرة، هي عنا ست وما تجوزت وعايشة لحالها لأنه لا عرفت تحب ولا عرفت تنحب، بقى منطلع عندها أحيانا منطمن عليها نشوف إذا لازم شيء بدها شيء. المهم بلا طول سيرة، بالصدفة البحتة لمحتك ماشية أنت وبنت أمورة كتير هيك مثل حكايتك عسل،
فقلت لحالي بركي بتصبح بهالصباح الحلو واجي بسلم عليكي وبقول لكم كيفكم يا حلوين. بنفس اللحظه وبالصدفه البحته كمان شفتوا لهذا الازعر عم ينط ويسرق لك اللابتوب من على طبون السياره تبعي، فمشو عملت؟ ركبت بسيارتي وكبست ورا. ايه لا يعني مو معقول يا محاسن الصدف. ايه شو هالصدفه البحته هي؟ شايفه؟ المهم بلا طول سيره كبست لك ورا، هو شمع الخيط ومفكر حاله انه ما حدا بيجيبه وموتور بزومق بين السيارات، انا سياره بس قلت لحالي بدي جيبه يعني بدي جيبه، حطيت ايدي على قلبي وقدحت كرباج وقلت لها سيري فعين الله ترعاكي، وكبس ورا قطعت اول مفرق وثاني مفرق وثالث تقاطع والاشارات عم تضوي وراي احمر، وكلت لي يمكن شي 100 رادار يعني الله وكيلك الشهر ممكن تجيني على فكره المخالفات شي 30,000 اكثر من حق اللابتوب تبعك، بس قلت معلش في دعيونك ما في مشكله. وصلنا لجهاد بابتو ما طلع عرصيف ابن الحرام شان ما جيبه، انا ماشي على الشارع وهو ماشي على عرصيف، زوما ودخل بحاره من الحارات القديمه، كيف بدي فوت بالحاره انا سياره وهو موتور؟ صفيت هالسياره وتركت الباب مفتوح، قلت لحالي معلش بايس وكبست وراه ركض بالحاره، خبط وهو راكض بياع بليله من الهوشت وطار هالحمص من اول الحاره لاخرها وضليتني كابس وراه، شاف هيك درج قديم طلع عليه ونط على الاسطوح. نطيت وراء على الأسطوح من أسطوح لأسطوح من أسطوح لأسطوح، آخر شي سلت ونزل بحوش بيت عربي، انزلت وراء قام طلع لنا صاحب البيت لابس أنباس، فكرنا حرامية الله وكيلك، يعملنا هيك نروح يمين يعملنا هيك نجي شمال، آخر شي غافلنا وطلعنا نحن اثنين على الحارة. هو وين راح؟ لطى لطى بحارة سد، فكرني بدي أجيب الوش، قمت أنا لفيت من وراء ونطيت له من فوق السور ودقيت برقبته، وين يجعك؟ بالكف باللبط بالرفس يا شهدة ويا نهدة، أدحته يمكن شي 150 طيارة، ما بعرف شو صار لي. المهم وجبت لك هاللابتوب والحمد لله على سلامته صار عندك هالمكتب. يا لطيف يا لطيف أستاذ موفق، أنا ما بعرف ليش في عندي إحساس كتير قوي كأنه أنت ورا كل هاي القصة، ما هيك؟ عفوا شو أمرتي؟ لا لا تواخذيني، يعني أنا لحتى جيب لك اللابتوب تبعك من إيد الحرامي جازفت بحالي وبسيارتي ولحقت وأبصر كم رادار وكم مخالفة أكلت ونطوطت ورافو الأسطيح من قرنة لقرنة مثل ستيف أوستن وبتقلي لي هذا الحكي، ما بدك تقلي لنا شكراً أنت حرة، بس ما تتهميني هيك اتهام باطل. معلي أستاذ موفق روق وخدني بحلمك، قال بيقول المثل ما بيجي معك طعمه، وأنا رح روح معك للأخير وآمن وصدق إنه شفته لهذا الصبي ولحقته وركت وراه وقفزت من شارع لشارع لبين ما حشرته بالزاوية ولبطته طيارات ورفسته وجبت منه اللابتوب، وكل هذا الحكي صار بالصدفة البحتة. سؤال لزياد رح نفسه، أنت ليش ما جبت لي اللابتوب من مبارح؟ سؤال مهم وبمكانه يا ستي. أنا مبارح حاولت أتصل فيكي من موبايلي ومن رقم بيتي ومن رقم مكتبي ومن رقم بيت عمتي ماجدة كمان، آخره 3 أصفار إذا شفتيها على موبايلك، ويأست. بعدين اتصلت لهون على المجلة، قام رد علي الأستاذ تيم وقال لي ما لها فاضية تحكي مع حدا، حتى بالعالم الأستاذ تيم فوق موجود، إذا بتحبي تسألي سألي، شو بقدر أعمل أكتر من هيك؟ شو يعني أم؟ شكلك ما كتير مقتنع بكلامي أو أبطي؟ لا ولو؟ على كل حال يا ستي، سواء صدقتيني واقتنعتي أو ما صدقتيني هذه حريتك، بس هاي اللابتوب صار عندك والأمانة رجعت لك، وتأكدي تماماً أنه بعيد الشر أي أزمة رح تمر فيها مستقبلاً رح تلاقيني جنبك وجاهز لمساعدتك بالصدفة البحتة بخاطرك.